بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الأول من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس قسم الفقه والسلوك بعنوان حكم الزكاة ومكانتها. تمهيد. قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أتأمل الآية الكريمة وأجيب عما يأتي. لمن المال الذي بين أيدينا؟ أقول لله عز وجل. هل للفقراء حق في هذا المال؟ نعم، يبقى لله عز وجل ولهم حق في هذا المال. مكانة الزكاة. للزكاة مكانة عظيمة في الإسلام، حيث أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. هي الركن الثالث ومبانيه العظيمة، فهي من أساس الإسلام، الركن الثالث. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهنا دليل على مكانة الزكاة، أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي مكانة عظيمة. الحكمة من مشروعية الزكاة إظهار العبودية لله تعالى ببذل ما أوجبه الله تعالى على الإنسان في المال الذي هو ملكه على الحقيقة، لأن هذا المال ملك لله. تطهير المزكي من الأخلاق الرذيلة والصفات السيئة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى تطهير وتزكية. تطهير مال المزكي من الآفات وحصول البركة فيه وصرف العقوبات عنه. التكافل والمواساة بين أفراد المجتمع وحصول المحبة والتآلف بينهم. يقول هنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا يجوز للغني أن يمن على الفقير عند دفع الزكاة. لماذا؟ لأن المال الذي يعطيه الغني للفقير حقه. لأن المال الذي يعطيه الغني للفقير حق للفقير، وهو واجب عليه، فرضه الله عليه. وحتى لا تبطل زكاته بهذا المن، وحتى لا يحزن الفقير بهذا المن. يبقى لأن المال الذي يعطيه الغني للفقير حق للفقير، و فرضه الله عليه، وحتى لا تبطل زكاته. حط بس النقط بتاع الياء. بهذا المن، وحتى لا يحزن الفقير، ما تقول له انت بتعايره فيشعر بالحزن. يبقى هذا لا يجوز من الإنسان أن يمن على من يعطيه الزكاة. تمام كده. حكم الزكاة واجبة على كل مسلم، ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والحديث اللي فات وهي إيه؟ وإيتاء الزكاة. الحديث اللي احنا ذكرناه: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وإيتاء الزكاة.
ممكن احنا ممكن نقول الحديث كله اللي هو ايه، بني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة. فهنا ناخد بس لغاية هنا، يبقى احنا كده جبنا حتة وإيتاء الايه؟ الزكاة. وإلى آخر الحديث نحط نقط كده، يعني صوم رمضان وحج البيت، يعني ده بقى يدل على ايه؟ وإيتاء الزكاة. ولا نكمله، وصوم رمضان وحج البيت، مفيش مشكلة لو كملناه. بني، حط نقط بس الياء، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يبقى هنا ده دليل على الزكاة. منع الزكاة، من منعها بخلا من غير جحد لوجوبها فإنها تؤخذ منه، وهو آثم إثما عظيما بمنعه للزكاة، ويعاقبه ولي الأمر على ذلك. بالتعاون مع مجموعتي أبين النتائج السيئة التي تحصل من منع الزكاة: حصول الحقد بين الفقراء، نجيب هنا كده، حصول الضغينة، دي رقم اتنين بقى، يعني نزع البركة، زيادة عدد الفقراء، ازدياد الجريمة، هذه كلها أشياء تحدث عند منع الزكاة. يبقى في سرقات، يبقى فقراء كتير، ما فيش بركة، حصول الضغينة بين الفقراء والأغنياء. نحط بس كده هنا وين همزة، همزة قط، الأغنياء. شروط وجوب الزكاة: الإسلام، فلا تصح من غير المسلم ولا تقبل منه. ملك النصاب، وهو مقدار معلوم من المال، من ملكه وجبت عليه الزكاة، وهنعرف الكلام ده بعدين. مضي سنة كاملة على المال، ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض فيزكى حين حصوله. أما أي مال تاني لازم يمر عليه سنة ويكون نصابه معين، ليه نصاب، مثلا الغنم ليه كذا غنمة، البقر ليه كذا بقرة، ما الذهب ليه معيار معين، الفضة لها معيار، كذلك المال أن يكون ما فيه 87 جرام مثلا من الذهب، وهكذا. يبقى الإسلام ملك النصاب، مضي سنة ما عدا الخارج من الأرض على طول لا يشترط فيه مضي سنة. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الذهب والفضة والأوراق النقدية اللي هي الفلوس، الخارج من الأرض ومنه الحبوب والثمار، عروض التجارة، يعني أي شيء بنتاجر فيه بقى نبيعه، أي شيء بنتاجر فيه ونبيعه. يبقى بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الذهب والفضة والأوراق النقدية، الخارج من الأرض ومنه الحبوب والثمار، عروض التجارة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية الكريمة شرط دوام النعم هو شكر النعمة. شكر ليه؟ النعمة. فالواجب علينا تجاه نعمة المال التي أنعم الله بها علينا إخراج الزكاة والتصدق منه. بتخرج الزكاة وتتصدق. أنا للزكاة مكانة عظيمة في الإسلام. هذا السؤال الأول أنا مجهزه لكم، هنكتبه
بس الأول نحل الأسئلة دي وبعدين نروح للسؤال. أول سؤال اللي هو ما حكم الزكاة، هي واجبة ولا سنة؟ هي طبعا واجبة، هي واجبة. وبعدين يجوز للغني أن يتفخر بزكاته؟ خطأ، لا يجوز. مما يزيد الترابط بين المسلمين إخراج الزكاة؟ نعم. يبقى احنا كده حلينا دول. هنروح بقى للزكاة مكانة عظيمة نجيبها أهو. حيث أنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. للزكاة مكانة عظيمة في الإسلام، حيث أنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. دي الإجابة النموذجية. ممكن ما نكتبش الحديث ونقول للزكاة مكانة عظيمة في الإسلام حيث أنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام. لغاية هنا كده ممكن، بس اللي عاوز بقى يزود يكتب لهذا الدليل، الدليل على أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. وكده نكون انتهينا من درس الزكاة وحكمها ومكانتها. وما تنسوناش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.